فيديو النهارده رجع هنبدا سلسله جديده، سلسله تحدي تطوير المصارعين، وهنبدا بتطوير الاسطوره رومان رينز في لعبه دبليو دبليو 2K 2024. التحدي ببساطه يا شباب، رومان رينز هيلعب 3 مباريات، اول مواجهه رويال رامبل 10 مصارعين، والمواجهه الثانيه جونتلت 4 مصارعين، والمواجهه الثالثه مباراه هانديكاب او 3 ضد 1. وفي اول لقاء الصعوبه هتبقى على عادي، بعد كده هتبقى صعب، بعد كده هتبقى اسطوري في اخر لقاء. وعلى اي اقصاء لمصارع هنزيد 200 نقطه، وعلى اي فوز للقاء هنزيد 500 نقطة. لكن التحدي رومان رينز هيبدأ وطاقته صفر لغاية لما يوصل لطاقة 100 في التحدي. فهل يا ترى رومان رينز هيقدر يوصل لطاقة 100؟ ده اللي هنشوفه بإذن الله في فيديو النهاردة. فمن غير الكلام كتير، انت كده كده هتفهمه، يعني لو انت مش فهمتش الشرح هتفهم بإذن الله في اللعبة. قبل ما نبدأ سيشن لايك في القناة، خلينا نوصل فيديو أكتر من 1000 لايك لعيون السلسلة الجديدة. أيوة 1000 لايك، أيوة أنا جنيت وهي 1000 لايك، هي 1000 لايك. واشترك في القناة مش مشترك، عايزين نوصل ل 30000 مشترك قبل نهاية السنة انا باذن الله، نقدر نعملها باذن الله. اوكي يا شباب، بدانا على طول اول لقاء. ليتس جو. رومان رينز ضد الواد اندريا، مش عارف اسمه ايه، الواد اللي شبه مستر بيست ده، شكله جدا الصراحه. اوكي طبعا لازم احاول اكسب، لازم احاول مش اكسب، احاول اكسب بس صعبه، بس لازم على الاقل اخرج 3 يا جدعان، علشان يعني زد لي 600 نقطه تبقى حلوه، تبقى رضا قوي. احاول احاول والله اطور على قد ما اقدر. يلا ركز. اللي مساعدني برضو ان الصعوبه على عادي، احنا كده كده هناخدها بالتدريج، عادي بعد كده صعب بعد كده اسطوري. بري وايت رقم 3. اوكي بري وايت نسخه 2014 تقريبا، طاقته 90 حاجه زي كده، فبرضو ليه الموضوع برضو عشوائي في الرويال رامبل، ما اعرفش مين اللي جاي ومين اللي رايح، ما اعرفش اي حاجه، مش مرتب اي حاجه الصراحه، فخليها على الله بقى، خليها على الله. يلا اجلد. اوكي ولا مستر بيست، سيبني في حاله مستر بيس. روبرت رودي رقم 4 تقريبا، طاقته حاجه و60 او حاجه و70. ماشي تعالى ولا والله بلعني نيك بريكر. هقوم لك يا مستر بيس، هقوم لك، ما تقلقش مستر بيس. اوكي مستر بيس طايح في كله والله. دومينيك رقم 5 تعالى برضو، تعالى روح روبرت رودي. لا روبرت رودي، ايوه انا بدخله بدل ما اخرجه. بقول لك ايه قوم يا يلا مستر بيست، احاول اخرجه مستر بيست. يلا خرجت مستر بيست. لا روبرت رودي، كنت عايز انا اللي اخرجه. اوكي رومان رينز نسخه اسمها ايه 2015. دومينيك ميستيريو، طب تعالى على دومينيك. دوم يلا بالله عليك اخرج. دوم ملك بيا ابلع. انا بضرب مين طيب، بس ابلع. بري وايت سد السيجنشر. اما تونجا لوا، والله تونجا لوا ملك البوتشات. انا خرجت واحد للاسف، روبرت رودي راح مني. بري وايت احاول اخرجه كده. بري وايت ايوه مش هيخرج ده. لا 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 بالله عليك بالله عليك لا 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 يا جدعان طاقتي ضعيفه قوي. لا 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 الموضوع صعب. ايوه بس انا لسه موجود. MVP رقم 8. لا يا رومان بس والله رومان كان هيوقع. رومان طب ليه طيب بس ترابل اتش نسخه دي اكس. لا اله الا الله ترابل اتش، تعالى رومان رينز الثاني. ايوه حلوني سيبني بالله عليك، عايز اخرج دومينيك ميستيريو. دومينيك قوم تعالى، سيبني في حالي يا رومان. يلا دومينيك ميستيريو. دومينيك لا اوكي ما اعرفش مين رقم 10 ده الصراحه. لا بس على انت اطلع بره. يلا بره دومينيك بره. لا تريبل اتش بالله عليك. تريبل اتش خرجني. تريبل اتش خرجني للاسف، بس انا خرجت 2 الحمد لله، خرجت 2 يعني 400 نقطه تطوير الحمد لله ضمناهم الحمد لله. اوكي يا شباب ضمننا 400 نقطه، فهنيجي هنا عند عكس الضرب يا شباب ونقفلها. ثواني بقى نحسبها عشان دي عايزه اله حاسبه. دي انا بقول لك ايه، احنا كده دوشه، نقعد بقى نحسب 55 ومش عارف ايه، احنا نقفل يعني نحاول نقسمه ب 50 و50 ماشي. عكس الاشتباك لا، تحمل الجسم خليها برده لا، الهروب من التثبيت
زودها هي كانت 30 هنخليها مثلا 50 يبقى كده 80 زودناها 50 هنزود 50 50 يبقى كده فاضل لنا كام؟ كده فاضل لنا 300 تقريبا فاضل لنا 300 زودها برده 50 هنا هتبقى دي 80 حلو والله ايوه كده طاقته هتعلى شويه كده ماشي كده عليناها شويه برده كده فاضل لنا 250 القدرة على الاحتمال زودها برضو 50 هتبقى هتقفلها كده فاضل لنا 200 الرشاقة زودها برضو قفلها كده ضمن 150 سرعة الحركة برضو قفلها سرعة الشفاء او لا السبيشال ايوه اللي هو ماشي السيجنشر والفينش هنزوده برضو 50 و50 كده اظن تمام بس كده يبقى استهلكنا شباب ال 400 نقطه اللي احنا خدناهم الحمد لله في اللقاء الاول طاقته بقت 51 فماشي في تطور يلا خلينا نخش على مباراه الجانتلت فا اوكي يا شباب دخلنا على طول مباراه الجانتلت اخترت 3 مصارعين بص واحد يعني هيبقى ضعيف واحد متوسط واحد هيبقى قوي جدا بشكل عشوائي برضو ما اعرفش مين اللي هيدخل ومين مين هيدخل امتى ومين مش هيدخل خلينا نشوف مين اول خصم لرومان رينز ليتس جو اظن ان هو سين كارا اللي انا اخترته ايوه زي ما شايفين هو اضعف واحد موجود في المباراه تخيل ان سين كارا هو اضعف واحد فلسه في ليله تانية يلا سين كارا وصل على طول تكتو برده حاجه و70 76 غالبا 78 امام رومان رينز اللي تكتو 51 هل يا ترى يقدر عليهم طبعا اي خروج هيبقى 200 نقطه زي ما قلت لكم واي فوز في اللقاء المباراه كلها هنكسب 500 نقطه فعايزين حتى نخرج 2 يعني على الاقل طبعا الصعوبه يا شباب على صعب المفروض زي ما قلت لكم بنعلى بالصعوبه كل جيم الجيم الجاي بقى على اسطوري فالحوار هيبقى صعب برضه تعال يلا رومان اجلد ماشي صداه لا 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 هربت مني سين كارا بيضرب ولا ابلع ماشي بس قدرات ابلع بيج بوت بقول لك ايه انزل انا لاغي الاستبعاد هات كده الكرسي ده معلش هات الكرسي يلا سين كارا يلا في دماغك ابلع ايوه ماشي عايش ايوه كارا برميها تاني في دماغه ارمي عليه اوكي ما ظبطتش صدها المره دي ابلع بيج بوت يلا انجز بقى قوم هلا ابلع في دماغك المره دي ابلع يلا اجلد قلب والله عمال اصوت يا جدعان بس اوكي تعالى دي لعبتي دي تعالى لعبتي الجميله يلا نجلد اجلد راحت منه انا بضرب راحت منه انا اضرب انا اكسب انا بقول لك تعالى سوبرمان بانش ليتس جو سوبرمان بانش يلا يا رومان رينز اجلد رومان سوبر ايه ده سوبرمان بانش صدها هو اللي معاه فينش معاه سيجنشر لا سينكارا سيجنشر تقريبا لا مش سيجنشر الحمد لله قوم لا هي فرد انا بلعته عمل لي سيجنشر لا اله الا الله لا اله الا الله اوكي الحمد لله لا سبير ابلع سبير خلاص سينكارا بالله عليك انت حتى التطوير 200 واحد اثنين ثلاثة سينكارا برا بس هتطور 200 الحمد لله يلا ليتس جو دراجانوف والله هي ماشية من غير ما اظبطها دراجانوف المستوى الثاني في الصعوبة والله هي ماشية من غير ما اظبطها حقيقي مش ظابطها هي سيناريوهات سيناريو حلو ماشي يلا ليتس جو انا غلبان برضه ربك بيسترها يعني فاهم دراجانوف تكتو 81 وانا تكتو 51 فرق 30 نقطه كامله دراجانوف بس حاول اطوره تخيلوا لو اقدر اكسب صعبه قوي بس احاول ان انا اكسب الصعب انا عارف احاول ليه لا مش هخسر شرف المحاوله يعني ابلع تعالى في دماغك دماغك يا دراجانوف يلا دي حاجة كويسة خلاص يا دراجانوف بالله عليك ماشي عصاية جاب لي عصاية ايوه بس خلص الكلام هات العصاية دي ولا قوم لي يلا قوم كسرتها عليه نايس ابلع بيك وتعورته والله عورته نايس جدا اطلع يا دراجانوف
يلا سبير 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 على دراجانوف سبير على دراجانوف عدي حكم واحد اثنين لا فكاه فكاه ماشي بص نعمل سوبرمان بانش سوبرمان بانش يلا سوبرمان بانش رومان رينز سوبر ايه ده يا ابني اظبط السوبرمان بانش بقى ظبطته يلا حكم واحد اثنين ثلاثة دراجانوف برا ماشي 400 نقطة تطوير اوكي سيس رولينز هو اخر واحد يا شباب خلاص اخر واحد سيس رولينز نسخة ذا شيلد ده اصعب واحد المفروض ان انا اواجهه للعلم انا توكت 51 بس السيجنشر وفينش عندي اعلى حاجة ابلع سبير على طول لسيس رولينز بلعه يلا واحد اثنين اكيد طبعا هيفكها يعني اكيد يا رو سيس رولينز صباح الفل يعني بس الحمد لله دمجناه شويه ماشي كده يلا نخش اللقاء الجاي واحنا مرتاحين الحمد لله ايوه يا ابن اللذينة دروب كيك ما يعدش ابلع باك بوت انا استخدم الاثنين باي باك دلوقتي ابلع يلا قوم باي باك لا استخدمت الغضب ماشي غضب عادي ابلع سبير تانية يلا رومان رينز سيس رولينز سبير تانية واحد اثنين كده طبعا ايوه على الفينيشين دول قضوا على سيس رولينز حرفيا مش مديله فرصه اوكي معايا الباي باك يا شباب الباي باك من تحت الحزام خلاص ما يقدرش يفكها بالمرونه واحد اثنين ده كسبت اللقاء والله كسبت اللقاء يا الله وصلنا 100 شكلنا ولا ايه رومان رينز بيكسب 4 مصارعين كسبناهم الحمد لله علشان استثمرت 400 نقطة بذكاء الحمد لله بصوا بيني وبينكم انا حاسس ان انا زودتها شوية يعني لما خليت الاقصاء ب 200 نقطة حسيت ان هم كتير بس ممكن نقللها اكتبوا لي تحت في الكومنتات الشباب عايزين على كل اقصاء نزيد كام نقطة وعلى كل فوز نزيد كام نقطة برضو ممكن نعدل دي بعدين يعني فمفروض احنا دلوقتي نعمل زيادة لعشر تطويرات فهنزود قوة الزراعة اكيد وقوة الساق برضو زودها كده عملنا 2 فاضل لنا 8 هجوم بالركض برضو زودها فاضل لنا 3 زود يا باشا مش هقول لك لا عكس الاشتباك برضو زودها كده 4 ماشي عكس الهوائي ممكن برضو 5 يلا تحمل 6 تحمل الزراعة 7 ايوه يلا كده زودناهم كلهم 100 يلا برضو 8 وقفل دفاع الاستسلام القوي دفاع الاستسلام الفني قفلها برضو كده خلاص المفروض احنا خلصنا العشرة فدي حاجة كويسة جدا خلينا نشوف طاقته بقى 84 ايوه كده نقدر ننافس كده واحنا مرتاحين عايش اوكي يا شباب دخلنا على طول المباراة الاخيرة معانا لهانديكاب رومان رينز هيلعب امام البلود لاين الجديد سولو سكوا وتاماتونجا وجيكو فاتو اوكي يا شباب يلا بينا ليتس جو مباراة تبقى شديدة وعنيفة رومان رينز رسلمانيا امام البلود لاين بقيادة سولو سكوا طبعا فيها اقصاء فاللي هيتضرب هيخرج بره رومان رينز طاقته 84 لازم احاول اركز برضو على كل خروج كل اقصاء هزيد 200 وعلى كل فوز هكسب 500 لو كسبت اللقاء يعني نكسب 500 نقطه فاحاول ان انا اقفل كل طاقات رومان رينز النهارده باذن الله ابلع يلا على وحش يلا على سولو سكوا باذن الله يعني الجلد على السريع انا بحب اجلد سولو قوي فتعالى بقى دخل في التحدي صباح الفل اجلد اوكي ولا يا كلب والله هو اللي جلدني الصراحه هو اللي جلدني ماشي حلو جيكو فاتو اقوى واحد فيهم جيكو فاتو لا بس تعالى هتتجلد زيهم مش بالسهوله دي الصراحه جلدتي مش بالسهوله دي قوي يعني الصراحه اوكي يعد بدري ما تستهترش بيا ما تستهترش برومان انا ترايبل شيف يلا الحقيقي يلا لا يا جدعان والله عمالي بيهزروش على فكره بس الصعوبه زي ما شايفين برده استوريك الصعوبه على اسطوري اقوى مستوى يلا ليتس جو ماشي معايا سيجنشر ابلع استسلام
نعمله نجرب نعمله استسلام. هيفكها كده كده ماشي. فكها فكها جيكوب فاتو. جيكوب جيكوب ابلع سبير ابلع سبير ابلع سبير. دخل سولو اوكي ماشي. بس دمجناه دمجناه جامد. ده اهم حاجه عندي. يلا يا وحش. لا لا مش وقت احتفال. يا غبي يا غبي يا رومان. ماتونجا هو اضعف واحد فيهم. هحاول بقى ايه اتصرف معاه بطريقتي. ايوه اوكي ده جلدني والله. ماشي 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 ماشي. هيجيب ايه المجنون ده؟ هيجيب ابن المجنون ده. ده ماتونجا ابلع 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 يلا. ديره في دماغه. ايوه هات العصايه هات العصايه. ارميها عليه ما ظبطتش. يلا تعالى. ايوه ابلع بدماغك سولو. ماشي كنت عايز اضرب سولو بس هو نصيبه ما جاتش بقى. اوكي تمام تونجا بس. والله جامد عالمي عالمي يا رومان عالمي. انت عالمي انت عالمي. يلا يا وحش. ايوه انا ترى بتشوف الحقيقه. يلا ابلع يلا ابلع يلا. ها سوبرمان بانش مش هتظبط. ماشي هجري واعمل له سوبرمان بانش. سوبرمان بانش يا ولدي. هو وراك ولا ماشي. لما تونجا بدا يجلد فيا شويه بدا يجلد فيا شويه صغيرين شويه صغيرين. هات لي سولو هات لي سولو. بحب انا سولو انا احب سولو قوي صراحه يعني. انا احب سولو قوي. يجلد على طول سولو ما بانش. يا جيكوب مالك يا جيكوب مالك يا حبيبي؟ مش معلق ولا ايه؟ معلق لو معلق قول لي. يلا لا 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 سولو سولو. اوه والله حلوه الحركه. جيكوب مالك بيا؟ طيب لا لا بس 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 ايوه يلا على وحش على بطل اجلد. بس انا عايز اوصل لسوبر ما بانش السوبر فينش الصراحه. سوبر فينش مقدور عليها مقدور عليها صح؟ مقدور عليها سوبر فينش مقدور عليه. عورت عورته عورته. نايس نايس عوره. لا رايح فين؟ رايح فين يا سولو؟ تعالى قوم يلا سوبر ما بانش. او استسلام صد صد الاستسلام. لا اله الا الله بس باك بوت. ماشي قربت على الفينش. تسبيك كازر جرب اعمل تسبيك كازر جرب ليه لا. يلا تسبيك كازر. واحد اثنين فكه فكه سولو. اوكي اوكي روح انت روح انت روح انت روح انت اجلد. يلا فيش غير الجلد. جيكوب على انت كمان على انت كمان. والله طايح في كله انا طايح في كله حرفيا. كلكوا عليا ولا ايه يا كلاب؟ كلكوا عليا ولا ايه يا كلاب؟ خلاص سيبوني سيبوني في حالي يخرب بيتكم. بس 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 تعالى ابلع ابلع انت كمان ابلع ابلع يا جيكوب. طبعا ايوه دخلني جوه. جدع جدع سولو يا سولو يا متخلف هيعد عليك. ايوه يلا سوبر فينش سولو. اوه يا ابن اللذينه بيعد بيعد. سهله سهله ايزي 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 يا باشا ايزي. خلاص 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 بقى خلاص بقى اوصل للفينش بقى. مش عارف اوصل فين. اوكي هيجلدني خلاص. فينش 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 سوبر فينش سوبر فينش. لا 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 هيحاول يسلم عليهم جيكوب. ماشي شكلها تيجي في جيكوب. يلا بس ما تيجي تيجي بقول لك ايه. لا 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 بس تعالى تعالى يلا سوبر ما بانش سوبر فينش سوبر فينش سوبر فينش. ليتس جو سوبر مان بانش وسبير على جيكوب فاتو. خلاص 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 اجرد برا لما تونجا برا. عد عد على جيكوب عد على جيكوب. يلا واحد يلا واحد اثنين ثلاثة جيكوب فاتو برا. تعالى تما تونجا يلا يلا اللي بعده اللي بعده على طول اللي بعده وحش
اللي بعده يا وحش سورة. لا 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 لا. عمل لي سيجنشر، عمل لي سيجنشر ابن اللذينة. بس خرجت جيكو فزدت 200، زدت 200 نقطة. الباقي بإذن الله أمره سهل يعني، بإذن الله. يلا قوم يا تماتونجا، قوم يا تماتونجا. أنت راجل، راجل محترم يا تماتونجا، مش عايز أزعلك. أوكي أنت راجل قليل أدب، راجل قليل أدب. أه يا كلب، أه يا كلب. خلي بالك أنا مش معايا مرونة، مش معايا مرونة، فبلاش أتدلع بالله عليك، بلاش تدلع يا نبيل. يلا يلا يلا. سبير 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 سبير. هاي قوم سبير سبير. تماتونجا تماتونجا سبير. تماتونجا سبير. عد 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 عد. خلص الليله. واحد اثنين. والله فكاه، والله فكاه يا جدعان. لا اله الا الله. خلاص خلاص. سوبر فينيش، سوبر سوبر فينيش. سوبرمان بانش، سوبرمان بانش. اجلد. ايه ده يا عم؟ اظبطها بقى. اجلد 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 الخرتيت ده برضو كمان عشان برضو ما يتدخلش. بس عد عليه، عد عليه. يلا يا حكم، حكم عد. واحد اثنين. لا اله الا الله. لا 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 لا. خلاص مستحيل 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 مستحيل. خلاص بقى، خلاص بقى، مستحيل. صعوبة الصورة يا جدعان. واحد اثنين ثلاثة. تماتونجا بره كده، زدنا 400 نقطة. فاضل الوحش، فاضل الاسطورة. الاسطورة اللي ما بيخسرش. ابلع. ايه ده؟ ايه الجليتش ده؟ معرفش، معرفش ايه الجليتش ده الصراحة. فاضل اسطورة الاساطير. تعالى يا اسطورة، تعالى يا اسطورة. هنهي بيك، هنهي بيك التورتة، هنهي بيك الحلقة، هنهي بيك الحلقة. جامد انت. تعالى فكاه فكاه فكاه. خلاص قلبك ابيض والله، قلبك ابيض، قلبك ابيض، قلبك ابيض. بص انا اعمل لك حاجه حلوه. ابلع ببوت. يلا قوم، خلاص قوم وخلص الليله. اوه لا، تعملوا ضربه قاضيه في حته فاضيه الصراحه. بس ماشي. لا لا لا، هيصبع لي. لا لا الصباع. لا 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 لا. فكتها فكتها يا اسطوري، يا رومان يا اسطوري، رومان يا اسطوري. والله اسطوري، والله اسطوري. ابلع تحت الحزام، تحت الحزام. خلاص خلاص. عد عد على سولو. واحد اثنين ثلاثة. كسبت وكسبت 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 وكسبت. رومان رينز يا شباب، خلاص حرفيا هنعلي فيه كل حاجة، هنعلي فيه كل حاجة. هيبقى طاقته 100، هنوصلها ل 100. جامد يا رومان رينز، جامد يا اسطوري. بقى طبعا يا شباب احنا هنتطور 1000 تطويره، اللي هي يعتبر 100، اللي هي يعتبر 10، هنطور 10. فادي واحد، طورهم كلهم بقى. ادي واحد اثنين. يلا يا باشا. اربعه. يلا يلا، عايزين نطور كله. خمسه. ايه تاني ما تطورش؟ ايه تاني ما تطورش؟ طور ده على اخر، طور ده على اخر، طور الشفاء على اخر. يلا الفينش كمان والسيجنشر على الاخر. كله حرفيا طاقتهم 100، وطاقه رومان رينز وصلت لل 100 يا شباب، حاجه اسطوريه جدا. فبس يا شباب اتمنى تكونوا استمتعتوا. زي ما شايفين رومان طاقته 100 من 30، او يعتبر اقل باور، نقول ان هو من 0 ل 100 وصلنا رومان وقدرنا نكسب التحدي بتاعه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات شباب لو عايزين نعدل حاجه في التحدي، عشان ده هتبقى سلسله باذن الله. هنكمل كده في مصارعين اكتر واكتر، هنعمل مصارعين كتيره يعني بنفس السلسله زي جانتلت كده. فلو عايزين نعدل حاجه مثلا نخليها 100 نقطه، نخلي الفوز ب 400 مثلا كده، اكتبوا لي تحت في الكومنتات علشان نصعب التحدي شويه كمان. معاكم محمد نبيل، فمن الله اشوفكم على خير في حلقه جايه. مع السلامه يا شباب.